أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلت ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنسوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم قال لو غالب لكم اليوم من الناس وإن جان لكم فلما تراءت الفئتان نقص على كفيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يدعون الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات فأخذهم بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربي فعلنا بذنوب ورنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن الشر والدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهد منهم ثم يقودون عدم في كل مرض وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب وشر به من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فمن أينهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يزمن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يجزون وعيد له ما استضاد من قوة ومن عباد الخالد الهبون به أدوى الله يعدوكم خالين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفي إليك وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم
يا أيها النبي حسبك الله ومن تبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرد المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله، إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم لهم في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، الله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فمن كان منهم، الله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لهم من ولايتهم شيئا حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المهاجرين أن تفنوا على أمكانهم. إن الله مننا والذين آمنوا هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم خير منجز الله وأن الله مخزي الغافلين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن دمتم فهو خير لكم، وإن دعنيتم فاعلموا أنكم خير منجز الله. وبشر الذين كفروا إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاعتزلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يقول للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم واستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف ويذر عليكم ليرقم فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم سنهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا
لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفسر الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانكم من بعد عهد وطعنوا في دين فقاتلوا أيمان الكفار إنهم لا أيمان لهم لعلهم يتقون ألا تقاتلون قوما نقصوا إيمانهم وهموا بإخراج رسول وهم بدأكم أول مرة أتخشونهم فالضحك وتخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يذبهم الله بأيديهم ويخزي وينصر عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ القلوب ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تسرقوا ولما يعلم الله الذين جاءوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين يعملوا مساجد الله شهيدين على انفسهم من كفر اولئك حبطت اعمالهم في النار هم خالدون إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام فمن آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة من ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وابنكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتول منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فليغرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فيريكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى
حتى يدنج الزيادة يد وهم صائرون وقانت اليد الزيرون وقانت نصر المسيح من ذلك قانم يفاي يظاهرون قان الذين غفر من قبل قاتلهم الله أن يفقون اتخذوا أحبان وربان أربابا من دون المسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلى واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يدفعوا نور بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كان الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يقولون وللنفس بالبادل ويصدون عن سبيل الله والذين يعجزون الذهب في الفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليهم في نار جهنم فتكوى بها جبعه وجنوب وذنوب هذا ما جلست نفس وذوق ما كنتم تعنسون إن عدد الشهور عند الله اثنا أشهر شهرا في داب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حروم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فينا أنفسا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يظن بالذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليؤتوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا كان لكم وفروا في سبيل الله استنكرتم إلى الأرض أرضيتم من الحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا وفي الآخرة إنا قنيت إلا تغفر يعظم عذابا عليم ويستنكر من غيركم ولا تذروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعودا عليهم الشقاء وسيحلفون بالله لو استطعنا لخروجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون أَفَاللَّهُ عَنْكَ لِمَنْ زِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدا ولكن يلي الله بأسف سبدا وكيل اقعدوا مع القائدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا والأوضاع حنانكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد امتغون في السنة من قبل وقنبونك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذني ولا دفتني ولا أنفن في السنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين
يندسم كاسنا دون سم ويندسم كمصيبة يكون قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ويصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوانا وكان هلكتم قبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تنجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأً أو مغاراتٍ أو مدخلاً لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمسك في الصدقات فإن أنتم من أرادوا وإن لم يؤتوا من عيد يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنهم لراغبون إنما الصدقات الفقراء المساكين والعاملين عليها والمعلفة قلوبهم وفي رقاب الغارم وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي يقولون وأذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب عليم يحلفون بالله إنكم يردكم الله ورسول وحق يرزوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه ما يحادث إلا ورسوله فأنا لو نار جهنم خالدا فيها ذلك الحزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئ بما في قلوبهم استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعد طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف يمدون أيديهم نسوا فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقون الكفار والجنة خالدين فيها يحسبهم لعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم أسلموا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا هناك حبل استعماله في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتفقات أتتهم رسلهم بالبينات وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون يؤمنون ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين المؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد السلام وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا عليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأقبهم نفاق في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما خلفوا وما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمسون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ويسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر ولا تستغفر له إن تستغفر لهم سبعين مرة فليغفر الله له ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم إلى فرسول وقاله وإجانب أموال وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعكم ويرى طائفة منه فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا من يعبد ولم تقاتلوا من يعتوى إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يؤتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا تصل على أحد منهم أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يؤتون الصلاة إلا وهم كافرون وإذا أنزل سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم قالوا ذنناكم من قاعدين ولا تصلي على أحد منهم أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم كافرون ولا تجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذنناكم من قائدين رضوا بأن يكونوا من خوانف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموال وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المؤذنون من الغرب ليؤذن لما قال الذين كذبوا مع رسولا سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ماتوا قلتهم بلم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا عينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء
رضوا بأن يكونوا من خوانف وتبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. الفاتحة.